لعبت 3 سنين وانا بديكوفريت عندي واحد العام. بون هاد المرض بداني في يحكمني سطر في عظامي في يدي رجلي، كي نرقد زعما تجيني الفطمة في الليل نوض ما نقدرش كاع نحرك روحي، حتى يجو يديرو لي ماساج كدا باش نعاود نقدر نزغد. اللي عنده قلب رحمة في قلبه، وعنده كيما قالوا حنا تزيريين قلبنا حنين، ان شاء الله يعاون هذا الطفل. هاكو تشوفوا حالته، عان عان بالمرض تاعو، عان حبسوا لي غان تاوعو، راه الكبده. اللي عنده في قلبه الرحمه ان شاء الله يعاون هذا الطفل، يعاونو بشي اللي يقدر عليه. هاكو تشوف حالته مسكينها، مولاه 28 سنه جاي للدنيا، هاكو تشوف حالته كيف راهي دايره. هاكو تشوف وليدي، هاكو تشوف اللي قلبو حنين، ان شاء الله يحن على هذا الطفل، يحن عليه ويعاونو بشي اللي يقدر عليه. هذا واش يقول لك وليدك، هذا واش يقول لك. بعد نداءات الاستغاثة التي أطلقتها عائلته ورفاقه والحملة التي تنظمها عدة جمعيات وناشطون على الفيسبوك، كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف اليوم في تصريح لقناة الخبر عن التكفل بحالة الشاب سعيد بوزمارن المصاب بمرض نادر وخطير هو أوكسالوز. الشاب ايضا مريض مرض ولازم عمليه كلفت ايضا 4 ملايين. هل سمعتوا بالقضيه؟ هل ستتم التكفل به؟ لانه انا نتكفل، اسمح لي انا نتكفل به، ونتكفل به كل الحالات اللي نعتوها لنا في التلفزيونات نتاعكم والله في كل قناه، وتكفلنا بها بطريقه او باخرى. مانيش عارف اذا كان تتكلم على المريض نتاع اللي متكلفين به لي سبورتير تاع المولوديه تاع الجزائر، هذاك هو الملف راهو عندي وتكفلنا به. إذا هو هذا الوزير كشف أن الملف يدرس على مستوى لجنة مختصة لدراسة حالته الصحية ومكان علاجه. نجاوب لا ما نقولش لا فرنسا ولا حاجة، هي فيه لجنة راهو جابوه الأسبوع اللي فات، يقدم المفروض يدرس من نهاية الأسبوع هذا إن شاء الله. هذا ولم تنقطع حملة التضامن مع سعيد لتوفير مبلغ 4 ملايير سنتيم لعلاجه في الخارج على مستوى الكلية والكبد. طبيب وكذا قال لي ما تقدرش تطول بها المرض هذا، لازم توبيري، لازم تعاود دير فوق، خاطش يقدر يعطاكي لي قلبي، يقدر يعطاكي لي ليبوم. قال لي صافي لازم لك دير كلاف تاع الفوق تاع ليها. وشنو هنا في الجزائر ما يديروهاش؟ قال لي تندار غير في 3 بلدان، فرنسا، لا سويس، وامريكا. خونا سعيد في قرب الاجل. وكانت قناة الخبر الأولى التي بادرت بإطلاق نداء التضامن للتكفل بوضعية سعيد أحد مناصري فريق مولودية الجزائر، وتعدت حملة التضامن معه حدود الوطن. إن شاء الله أنا نشكر أنصار تاع مولودية وقفوا معايا، الحمد لله ولاد حومتي كامل، ونطلب من الشعب الجزائري يوقف معايا إن شاء الله. لازم يتزوج، لازم يواسيك داو، لازم يفرح ويفرح أهله ويفرح ناسه. نعم، الله رحمه.